فهد، ومساء النور على ضيوفك، ومساء الخير طبعا على كل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان. يا رب ان شاء الله هيكون يوم سعيد على كل جمهور النادي الاهلي ان شاء الله، نقدر ان شاء الله نفوز في مباراه النهارده امام فريق المصري في نهائي بطوله كاس مصر. وخليني اتكلم بالتحديد عن البرنامج الخاص بالفريق النهارده وكواليس الفريق في يوم المباراه. طبعا النهارده في عباره عن محاضرتين من قبل كابتن حسام البدري اللاعبين، محاضره كانت صباحا، والطبيعي جدا طبعا كابتن حسام اتكلم عن اهميه هذه المباراه، اهميه الفوز على فريق المصري، اهميه الفوز بهذه البطوله، خصوصا ان هي غايبه عن النادي الاهلي بقى لها يمكن 10 سنين، لكن النادي الاهلي ان شاء الله كل اللاعبين مركزين تركيز كبير جدا ان شاء الله ان هم يحققوا هذه البطوله. خلينا اتكلم بالتحديد كمان خلال التدريبات السابقه، بالتحديد تدريب امس وتدريب اول امس اللي كان في القاهره قبل انطلاق الفريق لمدينه الاسكندريه، يمكن كل اللاعبين كانوا مركزين تركيز شديد جدا، كان في حماس باين جدا على وجوههم خلال التدريبات، يمكن الحماس ده نتج عليه بعض الكدمات مؤمن زكريا، احمد حمودي امبارح، ايضا كان جونيور اجاي. لكن عايز اطمن كل جمهور النادي الاهلي، كل اللاعبين جاهزين بشكل كبير جدا، طبعا الكدمات دي مش هتعوق اي لاعب منهم ان شاء الله ان هم يخوضوا هذه المباراه. القائمه المختاره كابتن حسام البدري بالكامل، كلهم لائقين من الناحيه الفنيه، من الناحيه النفسيه مهمه جدا، الناحيه النفسيه وايضا من الناحيه البدنيه، مش ناقص بس ان شاء الله غير ان الفريق يكون موفق خلال مباراه النهارده، وان شاء الله يحقق فوز كبير على فريق المصري عشان تكون ان شاء الله البطوله الثانيه للنادي الاهلي، ويجمع الثنائيه بعد غياب يمكن برضو اخر مره الاهلي حقق الثنائيه سواء بطوله الدوري بطوله الكاس مع بعض كان في موسم 2007. ان شاء الله 2017 النادي الاهلي يقدر يفوز بالبطولتين مع بعض. لكن خليني ايضا بالتحديد يا محمد نقرب شويه من الفريق، من اجواء الفريق. يمكن النهارده هيكون في محاضره اخيره من قبل كابتن حسام البدري للاعبين، هتكون في تمام بالظبط الساعه 6 الا ربع المحاضره، يمكن اللي هي بتكون خلاص اخر محاضره من كابتن حسام البدري، التعليمات الاخيره والرتوش الاخيره اللي بيحطها كابتن حسام البدري على التشكيل اللي ممكن يبتدي بيه النهارده. خليني ايضا اقول لك ان في فكر تكتيكي معين كابتن حسام البدري عايز يبتدي بيه، وده كان واضح خلال التدريبات السابقه، خصوصا ان فريق المصري فريق يمكن جيد، ويمكن قدر ان هو يفوز على نادي الزمالك بنتيجه 2-0، ومن ثم تاهل للمباراه النهائيه. ايضا في عناصر شباب كتير جدا عند فريق المصري، دول اكيد هيكونوا دافع بالنسبه لهذا الفريق، لكن كابتن حسام البدري اكيد مركز مع لعيبته بشكل كبير وكل الجهاز الفني. خلال المحاضره الاخيره دي اللي هتكون 6 الا ربع ان شاء الله، المحاضره هتقعد حوالي ثلث ساعه او نص ساعه بالكثير، الفريق هيتحرك الساعه 6 وربع بالتحديد في اتجاهه لاستاد الجيش ببرج العرب واللي هتقام عليه هذه المباراه عشان يوصل قبل المباراه بساعه ونصف. لكن لو هنتكلم على التشكيل يا محمد، خليني اقول لك ان يمكن التشكيل هيكون قريب شويه من المباراه الاخيره، ده بنسبه كبيره لسه طبعا كابتن حسام البدري هيحط التشكيل خلال او هيعلن التشكيل طبعا خلال المحاضره الاخيره قبل التحرك مباشره. لكن الاقرب لحد دلوقتي طبعا شريف اكرامي في حراسه المرمى، اثنين مساكين محمد نجيب ورامي ربيعه، ناحيه اليمين هيعود النهارده احمد فتحي بعد ما كان غاب في المباراه الاخيره امام سموحه بسبب الايقاف، ناحيه الشمال هيكون متواجد علي معلول، في نصف الملعب متواجد كل من حسام عاشور وعمرو السوليه، مع احتماليه تواجد حسام غالي كابتن النادي الاهلي واللي هتكون ان شاء الله النهارده اخر مباراه بالنسبه له مع النادي الاهلي. حسام غالي خلال التدريبات السابقه بالتحديد كان بيتالق بشكل ملفت جدا، وادى تدريبات بشكل رائع، وبالتحديد خلال التقسيمات قدر انه يحرز اكتر من هدف، وكان ليه بعض طبعا اللمحات المهاريه اللي احنا اكيد متعودين عليها من كابتن حسام غالي، فمش بعيد ممكن ايضا يكون في الصوره النهارده ويبتدي بيه كابتن حسام البدري. ده بالنسبه لنص الملعب. الثلث الامامي بالنسبه للفريق يا محمد هيكون متواجد كل من عبد الله السعيد، ايضا هيكون متواجد وليد سليمان، ايضا هيكون متواجد جونيور اجاي كمهاجم وحيد بالنسبه للنادي الاهلي، ايضا مع تواجد احمد حمودي في تشكيل الفريق. ده التشكيل الاقرب بالنسبه للنادي الاهلي وبالنسبه لكابتن حسام البدري، لكن في كل الاحوال مش ناقص غير ان شاء الله نتمنى كل التوفيق باذن الله لفريق النادي الاهلي النهارده، ان شاء الله يقدروا يحققوا الفوز، ان شاء الله يسعدوا كل جمهور النادي الاهلي منتظر البطوله دي بفارغ الصبر، عشان بقالنا كتير يمكن ما حققناهاش، وده اللي مش متعودين عليه من النادي الاهلي. ان شاء الله النادي الاهلي هيقدر يفوز النهارده ببطوله كاس مصر ويجمع ثنائيه. طيب امير، عايز اسالك، هل كان في جلسات ما بين كابتن حسام غالي بصفته قائد للفرقه واللعيبه، كان في تجمعات سواء امس او اليوم قبل التحرك الى اللقاء ما بين كابتن حسام غالي واللعيبه، والترابط اللي دايما احنا متعودين عليه في النادي الاهلي قبل التوجه الى المباراه، خاصه انها بتعتبر اخر بطوله لحسام غالي معاهم مع الفريق، وهم كانوا صرحوا ان هم عايزين يكسبوا هذا الفوز ويهدوه للنادي الاهلي ايضا وجمهور النادي الاهلي ولحسام غالي.
زي ما انت بتقول كده يا محمد، في ترابط كبير جدا اكيد زي ما بين حسام غالي وبقيه لاعبي النادي الاهلي، وده اللي خلي بالك متواجد خلال الفترات اللي فاتت بشكل دائم. يمكن بعض الكلام دايما بيطلع بخلاف ذلك، لكن ده مش الحقيقي. ترابط واضح جدا ما بين حسام غالي وباقي لاعبي النادي الاهلي. طبعا تجمعات بالنسبه لهم والاحاديث بالنسبه لهم مستمره. حسام غالي دايما خلال المعسكرات السابقه قبل اي مباراه دايما بيدي تعليمات، وبما انه قائد الفريق بالنسبه للنادي الاهلي تعليمات طبعا محدوده في اطار طبعا العلاقه ما بين حسام غالي وبعض لاعبي النادي الاهلي او كل لاعبي النادي الاهلي. طبعا اهميه التركيز، حسام غالي دايما اكيد بيركز على نقطه زي دي، اهميه التركيز في مباراه بالتحديد كبيره زي مباراه المصري النهارده. زي ما احنا عارفين يا محمد، في دوافع كتير جدا عند لاعبي النادي الاهلي، مش بس بطوله كاس مصر، هي دوافع اكيد كلنا عارفينها، اهميه الفوز على فريق نادي المصري، وايضا اهميه الفوز بالبطوله نفسها. لكن التجمعات بشكل عام اكيد لاعبي النادي الاهلي كلهم في ترابط دائم ما بينهم. يمكن النهارده مش هتكون اخر مباراه بس لحسام غالي، ايضا هتكون اخر مباراه لعمرو جمال ايضا اللي هيحترف خلاص في الدوري الجنوب افريقي. لكن كل لاعبي النادي الاهلي، اللي عايز اطمن كل جمهور النادي الاهلي من خلالك يا محمد، ان لاعبي النادي الاهلي مركزين تركيز كبير جدا طبعا اهميه الفوز النهارده، وفي حماس شديد جدا عندهم ان هم يقدروا ان شاء الله يحققوا اللقب بالنسبه للنادي الاهلي. اللقب هيكون رقم 36 ان شاء الله بالنسبه لفريق النادي الاهلي، وايضا العوده بهذه البطوله، خصوصا ان البطوله دي اكيد مهمه لكل جمهور النادي الاهلي. وان شاء الله باذن الله لاعبي النادي الاهلي رجاله، وان شاء الله هيقدروا يفوزوا خلال المباراه. وخليني اقول لك من خلال تواجدنا هنا في مقر اقامه الفريق، في تفاؤل كبير جدا يا محمد. يعني يمكن بعض الجماهير متواجده هنا اللي بتآزر الفريق، بعض الحضور او بعض المقيمين في الاوتيل الخاص بلاعبي النادي الاهلي، بيدوا الدافع كبير بالنسبه للاعبي النادي الاهلي للفوز في هذه المباراه، وايضا في حاله تفاؤل مهمه جدا قبل اي مباراه بالنسبه للجهاز الفني واللاعبين. وان شاء الله ان شاء الله باذن الله. طيب أميرة، عايز اسالك جاهزيه محمد نجيب البدنيه لهذا اللقاء. ايضا كان في جلسات، احنا كنا سمعنا ان كان في محاضرات خاصه ما بين كابتن حسام البدري لرامي ربيعه ومحمد نجيب، وايضا كان دخل معاهم احمد فتحي ومعلول في هذه المحاضرات، بحيث ان ده هيبقى المرشح الاقرب كرواعي انه يبدا لقاء اليوم ان شاء الله امام النادي المصري. بالتحديد الجاهزيه بالنسبه لمحمد نجيب، هبتدي معاك بيها يا محمد. محمد نجيب جاهز بشكل كبير جدا للمباراه. يمكن محمد نجيب كان عنده اصابه قبل مباراه سموحه، لكن قدر ان هو يلعب في مباراه سموحه وادى بشكل اكثر من رائع. ايضا هو جاهز فنيا بشكل كبير وبدنيا طبعا بشكل كبير لمباراه النهارده. لكن بالنسبه للجلسات زي ما انت بتقول، فعلا اكيد في جلسات من كابتن حسام البدري لخط الدفاع بالتحديد، خصوصا ان فريق المصري هو الفريق الوحيد اللي قدر السنه دي انه يحرز هدف في مرمى النادي الاهلي، سواء في مباراه الذهاب او العوده في بطولة الدوري الممتاز. بالتالي ده معناه ان هم عندهم خط هجوم جيد، ومعناه ان هم اكيد هجوميا يمكن يكونوا عندهم قوة نوعا ما. يمكن ده يكون طبعا بعض التعليمات من قبل كابتن حسام البدري بالتحديد لخط الدفاع، زي ما انت قلت على اهمية التركيز مع مهاجمي فريق المصري. يمكن المهاجمين عند فريق المصري عن شباب شوية، عندهم طبعا نوع من انواع الجري كبير جدا، وده طبعا بيمتاز بيه اي شاب طبعا في الملاعب المصرية بشكل عام. لكن طبعا في تعليمات مهمة من قبل كابتن حسام البدري خط الدفاع، وأهمية عدم طبعا استقبال أي هدف، وده أكيد مفتاح الفوز في أي مباراة، بتحديد طبعا مباراة مهمة زي مباراة بطولة كأس مصر. مش بس التعليمات كانت لخط الدفاع، لا أيضا التعليمات كانت لخط الهجوم، أهمية استغلال أي فرصة بالنسبة للفريق إن شاء الله في إحراز الأهداف. يمكن النادي الأهلي تغلب على طبعا جزئين، إضاعة بعض الفرص في المباراة الأخيرة أمام فريق سموحة بالتحديد، واللي انتهت بفوز النادي الأهلي بنتيجة كبيرة 4-0. ان شاء الله النادي الاهلي ان شاء الله خلال مباراه النهارده يقدر يقرر، مش مهم النتيجه، ممكن مهم يقرر ان شاء الله الفوز، ويقدر النادي الاهلي يفوز في مباراه النهارده. وان شاء الله لاعبي النادي الاهلي بالتحديد مهاجمي النادي الاهلي مركزين بشكل كبير جدا على انهاء الهجمات بشكل جيد، ومن ثم احراز الاهداف، ومن ثم ان شاء الله الفوز بهذه البطوله المهمه يا محمد. زميلي امير هشام مراسل قناه النادي الاهلي من مقر اقامه الاهلي ببرج العرب في الاسكندريه، بشكرك شكرا جزيلا، تغطيه وفيه جدا على كل واخر اخبار وكواليس النادي الاهلي. خلينا اروح لك